اليوم حنتكلم عن تفاصيل الحياة اليومية للطلاب الجامعة داخل الجامعة، يعني رح ناخذهم في رحلة من التخصص أو مراحل التردد والاختيار اللي عاشوها والتغيير اللي صار على شخصياتهم، والأهم علاقتهم بالمحاضرين والأساتذة والدكاترة أيضا في الجامعة. هل الحزم والصرامة، التساهل والطيبة مقياس لشعبية المحاضر؟ اليوم أكيد راح يشاركوني في هذا الحوار الطلاب المنورين اليوم ديالا كنسارة وسدين المهدلي وماجد درويش ومؤيد عداس. منورين شباب. منورك الله يسعدك. أول سؤال يمكن أسألكم هو المرحلة الجامعية كيف كنتوا متخيلينها، يعني كيف شفتوها؟ هل انصدمتوا فعلا؟ أبدأ معك ماجد. أول شيء بهذه المناسبة يعني خلينا نقول لأصدقائنا في الإمارات دام عزكم إن شاء الله، وكل سنة والإمارات طيبين. نعم طيبة. بالنسبة للجامعة، أنا بالنسبة لي كانت الثانوي تقريبا نظامها زي الجامعة، فما كان ما لاحظنا في فرق كبير، بس انه في الجامعه انت تختار تخصص انت تدرس فيه، بس الثانوي انت بتدرس كل حاجه. حلو، يعني ما انصدمت. والله بالنسبه لي كانت شويه نقله جذريه، وبالاخص اني تنقلت كثير بعد المرحله الثانويه، فكانت شويه يعني مفاجاه بالنسبه لي كانت الجامعه. اول ترم اللي هو التحضيري، بعدين تاقلمنا واخذنا على حياه الجامعه. يعني كانت صدمه بالنسبه لك؟ كانت صدمه. نعم. حلو، ايش اكثر شيء كان صادمك؟ اكثر شيء اللي هو النظام، نظام شديد كان في الجامعه، يعني لازم في وقت معين المحاضرات، ما اعرف ايش، المواد هذه لازم اخلصها، ححسب موادي على سنتين قدام عشان اخذها من الان، فكانت شويه هذه الاشياء، جدوله المواد وهذه. صحيح انك تعتمد على نفسك في مرحله الجامعه يعني شيء كبير، غير المدرسه تماما، احنا كانت تجينا الجداول ونمشي عليها، ولكن في الجامعه الموضوع مختلف. طب بالنسبه لكم بنات كيف شفتوها وكيف تخيلتوها؟ ابدا معك ديالا. يعني انا كنت متخيله الناس ما حتكون مره لطيفة. عادي لطيفين زي كذا، بس يعني صراحة طلعوا الناس لطيفين، بس موضوع انه كان اعتماد على النفس مرة بطريقة مو طبيعية، يعني كان بزيادة كل شيء انت تسويه بنفسك، رسوم الجامعة انت بتروحي تدفعيها بنفسك، ما في احد ينفع يجي يدفع لك، هي لا اهلك كل شيء، الجدول كل شيء انت تبغيه لازم انت تدوري عليه، فهذه كان شوية صعب في البداية، بس يعني بعدين خلاص كل واحد تتأقلم على الوضع يعني. وسدين؟ في البداية انت عايشة في مدرسة في مجتمع واحد، لما تروحي الجامعة حتشوفي من كل المجتمعات، من كل الفئات اللي في المجتمع. فكان شيء انه اول مرة اشوف ناس مثلا من الجنوب، ناس من الشمال، ناس من كذا، مو هم من يعني مو نفس طريقة الكلام ونفس اللهجة. كان شوية الوضع انه في البداية، بعدين خليت الوضع متأقلم مع الجامعة وكل شيء كان تمام الحمد لله. حلو. طيب خلينا ندخل مرحلة التخصص. هل كيف كنتوا بتفكروا لما تدخلوا على هذه المرحلة؟ هل كل واحد فيكم كان عارف هو حيتخصص في ايش، ولا لا كنتوا في حاسة وحايسين ايش تدخلوا؟ ليش؟ لأنه كان بين انه اختار شيء له اسم، ولا اختار شيء سوق العمل يبغاه، ولا اختار شيء انا من شغفي، ولا ايش بالضبط اروح، فين اروح؟ طب كبنت ايش مستقبلها؟ فين حاشتغل؟ ايش الناس حتطالع؟ كان في كذا وجهة يعني اني اشوفها، عشان بالذات انه البنات في ده المجتمع مو شيء سهل يعني. صح. وسدين؟ دحين انا في البدايه كنت قاعده ادور على تخصص يعني ما يكون فيه له حفظ وما ادري ايش، كنت قاعده يعني افكر في انا ايش اكون ابغى، يعني انا ما كنت عارفه، وصلت لثالثه ثانوي وانا لسه ماني عارفه انا ايش ابغى، بس بعدين قعدت اقول انا احتاج شيء يكون عملي وما ادري ايش، فقلت حاروح للهندسه، بس برضو ما كنت عارفه اي هندسه ادخل، فحتى دخلت تخصص غلط في الاول، دخلت هندسه معماريه وقعدت سنة، بعدين أهم شيء يعني مهندسة. أيوة أهم شيء إنه كان في النهاية المهندس إنه شيء فيه شغل، مو حفظ وكلام ومذاكرة كثير، كده شيء عملي يدوي. بس في النهاية اخترت يعني هندسة صناعية، والحمد لله يعني أحس إنه أنا اخترت هذا التخصص الصح. أهم شيء إنكم في التخصصات اللي حابينها. أيوة. في النهاية اللي حاسين إنكم راح تبدعوا فيها. طب بالنسبة للشباب، لا أتوقع الشباب عارفين إيش يبغوا وين رايحين، ولا الموضوع ما كان كذا معاكم في البداية؟ لا ما كان كذا صراحة، وبالاخص يعني تغربنا اول فتره بعد الثانويه، يعني مو غربه يعني حدود السنه، سنه وشويه، وبعدين عبال ما اخترنا تخصصات كمان اخذت معنا شويه وقت،
إلا حددنا ذا التخصص. يعني كنتم محتارين؟ كنا محتارين، أنا عن نفسي كنت محتار. والله أيوة أنا نفس الشيء صراحة، يعني يمكن مرة مختلف، أنا أصلا ما كنت أفكر أدرس جامعة كلية بس ما كنت تدخل جامعة كنت الثانوية توقف. بالضبط. ليش؟ لأنه كان في كذا أشياء ثانية بسويها، بس بعدين قلت إنه لازم أدرس جامعة أساس، يعني كيف هو ده. بس أصلا أول تخصص درسته كان قانون. كيف اخترته؟ كنت خارج مره من البيت وامي قالت لي بتدرس قانون. هو قانون هو ده اللي ادرسه. فدرست قانون بعدين حولت على الاعلان. حلو. فبس انه فكره الاعلان كانت موجوده عندي من زمان، انه الاعلان هو شيء اساسي بين المنتج او الخدمه والعميل اللي حيستخدمها. فحلقة الوصل بينهم هي انه كيف احنا نوصل له هذا المنتج. حلو. يعني اليوم كلنا متفقين امكن على ان المرحلة الجامعية مختلفة تماما عن المرحلة الدراسية او ايام المدارس. طب من هي اهم الشخصيات اللي ممكن تكونوا اتعلمتوا منها اشياء جديدة غيرت حياتكم؟ هيبدا مع البنات. في الجامعة يعني ولا؟ ايوه في الجامعة كان كل دكتور ودكتورة مروا علي لهم تأثير، لأنه كل أحد يعلمني كان بداية كان يقولوا لي أنه ما في أحد ترى وراكي، أنت حتجري ورا علاماتك، أنت يعني لو ما فهمتي خلاص أنت لازم تجيني تقولي أنا ما فهمت، أنا اشرح لي سوي لي. فكان دور كبير أنه أنا أجري ورا نفسي في المرحلة الجامعية. وديالة؟ يعني والله الصراحة هو نفس الشيء، الناس اللي بيشتغلوا في الجامعة كلهم ليهم تأثير، والصراحة كانوا شوية في البداية معانا لطيفين إنه بيساعدوا إنه طيب فهمتي ما فهمتي، يعني في البداية كانوا بيحاولوا يعودونا على ده الشيء، بس إنهم كانوا بيساعدوا. فأنا الصراحة يعني أشكر أي دكتورة في الجامعة ساعدتنا، يعني كلهم حاولوا بيكونوا متساهلين ومتعاونين. أيوة. وخصوصا مع أول مرحلة أو السنة التحضيرية دائما بيخفف عليكم المهام، بيواسوكم شوي. أيوة. بيطولوا بالهم عليكم شوية. أيوة. نتكلم طبعا على الجامعة حقتنا. يعني ما أتكلم على شيء ثاني. أيوة طبعا. أيوة أتكلم على جامعة UBT، هم كانوا في البداية جدا متساهلين. أيوة. يعني في جامعات ثانية مو نفس النظام، يعني أنا قبلها كنت في جامعة ثانية فما كان نفس الأسلوب التعامل، يعني من جد كالجامعة اللي قبل كنت ضايعة يعني. صحيح. كل شيء انت من جد سويه بنفسك، عشان كذا كانت الجامعه كبيره وما هي ملمومه، الناس مو كلها تعرف بعض وما ادري ايش، فكنت بتمرمط انه اروح هنا وهنا وهنا. حلو. وانتم شباب شام الشخصيات اللي تعلمتوا منها؟ والله في البدايه انا كنت داخل تخصص الاعلان محتار بين تخصصين، ولكن واجهني، احب اوجه تحيه للدكتور خالد في اول ماده لي وعلمني بس ايش ممكن اكون انا كمؤيد في اي تخصص في الاعلان. ومن بعد اخذت على كلامه وشفت نفسي في التخصص اكثر اللي هو كرييتيف ديزاين. حلو. وماجد؟ انا الصراحه ما فهمت السؤال شويه. اهم الشخصيات يعني اللي غيرت في حياتك في الجامعه. اوكي. انا بالنسبه لي انه ما في شخص معين، يعني هي الجامعه في الاخير كذا زي منظومه كامله، فبتعلمك اشياء جديده. كل دكتور او كل محاضر له اسلوبه الخاص، فمن كل دكتور بتستفيد، يعني كل دكتور له كاريزما. طيب لو قلت لكم اوصفوا لي الحياه الجامعيه بكلمه، فاحتاج كلمه تجربه فيكم. اكسبيرينس، تجربه بس. تجربه بس تجربه، يعني لازم يعدوا فيها الشباب ولا مو لازم؟ يعني تجربه مهمه. هي تجربه طبعا مهمه. تعلم اشياء كثير، مو بس كدراسه، من ناحيه الدراسه تعلم الاختلاط في الناس، مع زي ما تفضلوا هنا الاخوات انه بتعلمنا كيف نتخالط مع حتى ناس ثانيه غيرنا، غير جنسياتنا، غير زي كذا، في حرم جامعي واحد. فهي مجرد يعني تجربه، بس تجربه واسعه. حلو. ماجد؟ انا اشوف انه الجامعه اذا انت يعني عارف ايش التخصص خاشو او فاهم ايش يعني جامعه، حتكون هي يعني حاجه حلوه حتفتكرها بعدين بعد ما تخرج انه كانت تجربه حلوه زي ما قال مي. بس اذا انت والله داخل عشان زي ما انا كنت داخل قانون، فحتكون اتعس مرحله. اهم شيء لو تغيرت نظرتك ورايك بعد ما دخلت الجامعه. ايوه مر بعد ما اخترت التخصص اللي انا المفروض ادرسه. وانتوا بنات اصفوا لي المرحله الجامعيه بكلمه. يا تطلعي من الجامعه انت كسبانه شهاده وشخصيه وعلم، يا تطلعي اخر 4 سنين 5 سنين بولا شيء. حلو. فرصه مهمه كمان. أيوه ممكن طبعًا. تكون وممكن تغير هي تبني شخصيه. ايوه هي تبني شخصيه الطالب، هي بعدها حتشوف انت كيف فين مجالك، سواء درست باتشلر عجبك الباتشلر ولا حتقرر تغير في الماستر ولا. ديالة ممكن نقول انها هي مفتاح المستقبل. الله عليك. صفق لك. صفق لها شباب.
اجابتي من اول نفسي اقول اجاباتنا عاديه جدا. احنا تجربه فرصه مفتاح مهم صحيح جدا صحيح للمستقبل. بس على حسب التخصص. طيب يعني انا لو تخرجت قانون ما عندي لا مفتاح ولا اي شيء صراحه عن نفسي يعني اتكلم. ليش لو انت حابب لانه ممكن مو حاب تخصص القانون ولكن ممكن انت تتخرج يعني ممكن تتخرج انت مره كلها اي 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 بس انت ما انت فاهم اي شيء. بس انت ما حتدخل التخصص انت ما في رغبه فيه. لا اكيد دحين اول شيء تنقل بتخصص ما كان له رغبه وانا دخلت في تخصص ما كان لي رغبه فيه بس بعدين شفت انت كيف التخصصات الثانيه وقررت جربناها في غيرنا محظوظين انه ما جربوا لقوا نفسهم على طول بعد الثانويه ودخلوا في حياه الجامعه بالتخصص اللي حابينه. صحيح بس على فكره اللي ما جرب بالنهايه ما عرف هو فين راح يلقى نفسه ويلقى شغفه وحبه وطموحه في نفس الوقت. فانتم محظوظين صح انه ضاع من عمركم سنه سنتين هذا ما يعتبر ابدا صحيح ضياع. طب خلونا نتكلم كذا شوي عن الدكاتره الاساتذه المحاضرين في الجامعه وبكل صراحه وبكل شفافيه وبدون مثاليه. كيف شفتوا العلاقه بينكم وبين الدكاتره؟ الدكاترة والله بالذات الدكاترة الرجال عندنا من جد يعني درست مع دكتور سنة ونص هذا السمستر ما يدرسني لكن في أي مادة كان عندي مشكلة فيها كان حتى في الويكند يرد علي كان على طول يشرح لي يقول لي هذا غلط هذا صح كان ماشي معايا وما كان أبدا متذمر أبدا ومفتوح قلبه على طول يساعد. أكيد أكيد بس مو الكل كيف يعني؟ ايوه مو كل الدكاتره انا بحكي لك عن تجربه بذكر الكويس واللي مو كويس. فكيف شفتوا العلاقه بشكل عام بين الطلاب والمحاضرين؟ يعني ممكن نقول الدكاتره البنات بيكونوا بيحاولوا انه دائما يكون يعتبرونا زي اخواتهم فهذا كان شيء حلو شويه يعني انه ما حسيت نفسي انه العلاقه اللي بيني وبينك انه انا انت بس الدكتوره حقتي وانا طالبتك. كانت دائما تساعد تدي رايها تقول انه هذا غلط هذا حتى لو شيء بعيد عن المنهج ولا بعيد عن الدراسه نفسها. ف يعني الحمد لله ما قابلت دكتوره ولا دكتور يعني كان من الشيء اللي احنا ما نحبه يعني. حلو الشباب والله بالنسبه لي انا واجهت دكاتره مثلا يتابعوا معايا اي مشروع بسويه خطوه بخطوه ويهتموا فيه كاني انا كانه هم اللي بيسووه صراحة واشكرهم جدا لانه هم تعبوا معايا زي ما انا تعبت. طب ليش انا ما شفت ده كله يوم الجامعة يا شباب؟ يا شباب هم مرة انتقاد يا شباب بالنسبة للانتقاد انا ما شفت ده يوم أكيد الجامعة اكيد في انتقاد يعني ممكن اقول لك في دكاترة ممكن يعني يكونوا متابعين معايا وزي كذا بس في النهاية ما يقيمونا زي ما يعني هو حب يفرض علي الشغل اللي هو حابه وانا عملت زيه بس في النهاية ما عجبه. طب ليش ما عجبك؟ هذا كلامك هذا رأيك هذه كانت خطواتك اني اسوي هذا المشروع او هذه الماده كذا تمشي. ففي النهايه ممكن ما تعجبه للدكتور وفي نقص يصير في العلامات وزي كذا رغم اني انا اتبعت الخطوات اللي قال لي عليها بالضبط يعني. يعني بصراحه انا اوافقه لما كنت بدرس هندسه معماريه كانوا دائما الدكاتره لو الشغل حقك الشغل ممتاز وما في له ولا غلطه بس ما هو ماشي على ذوقهم هم كانوا بيعتبروه غلط. صحيح انا هذه كانت مشكله يعني هو على حسب كمان مره يفرق في التخصصات شنو هو تخصصهم كرييتيف ديزاين فقريب من الهندسه المعماريه لو ما مشي على مزاجهم الشغل بيدوا علامات واطيه بس الشغل مره كويس تخصصاتنا على حسب تفكير الشخص اللي قاعد يشتغله كيف حيطبقه بطريقته الخاصه. فالدكتور لما يعارضني لما اطبق هذا الشيء بطريقتي الخاصه فحيصير في هنا لبس في الموضوع انه انا هذا تفكيري هذا الكرياتيفيتي تبعي وهو عنده كرياتيفيتي ثاني تفكير ثاني يعني يفرضوا مثلا قوتهم ولا شخصيتهم انه ما عندي احد ياخذ كامل ما في شيء اسمه احد يقفل المية عندي يعني احنا كلنا بنتعلم بالنهايه من درسك وشرحك. حلو اكيد نحن حنكمل حوارنا معاكم عشان ناخذ الموضوع من وجهه نظر مختلفه. اكيد راح يشاركنا هذا الحوار عضو هيئه تدريس بجامعه الاعمال والتكنولوجيا دكتور خالد علي شهيب منورنا اليوم. دكتور خالد منور استديو ساعه شباب وسمعنا كلام مدح كثير من مؤيد يعني مدح فيك في البداية عشانك موجود أنا كمان قلت كذا وأنا كمان قلت نفس الشيء بس بداية بتعليقك دكتور على كلام الطلاب في هذا الحوار إذا عندك أي تعليق.
أول شيء سريع نتشكر منكم في القناة يعني على استضافة طلاب وطالبات الجامعة UBT بصراحة شكرا هبي الله يجزاكم خير فثانك يو سو ماتش لأنه هذا مجرد انعكاس لشريحة كبيرة من الطلاب والطالبات عندنا. التعليق كالتالي: الحمد لله أول شيء في اختلاف في التواصل في الكوميونيكيشن ما بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب. ليش؟ هم نفسهم انتم سمعتوا الان ما شاء الله عليهم وعليهن عشان نكون بريسايس سمعتوا تعليقاتهم. الان صار ما شاء الله الشباب عندهم نضج صاروا يعرفون. طبعا اعضاء هيئة التدريس احنا لازم نتواكب معاهم. طبعا انا تخصصي كوميونيكيشن تخصصي تواصل فهذا هو في صلب التخصص صح. ما عاد هي المساله مثل اول كان الطالب من ايام الكتاتيب نفرض عليهم وانتهينا. الان لا، الآن لازم نتواصل معهم، لازم نكسب يعني حبهم ثقتهم وحبهم يس حبهم وثقتهم وحبهم للمادة. أنا شخصيا ما أنسى أني تخصصت في البكالوريوس في اللغة الإنجليزية لأنه المدرس سنة ثانية متوسط كان ممتاز، حبيت المادة وحبيت اللغة الإنجليزية من ثانية متوسط، فتجربة ما أنساها. صحيح. مدحة بكلمتين طبعا: encouragement makes miracles. والأخوان والأخوات الحمد لله ما شاء الله عليهم الآن. طبعا أكرر هذا ليس فقط في الجامعات الخاصة، حتى في الجامعات الحكومية، لكن حنا الحمد لله نحاول نجهزهم للمستقبل، وأفضل طريقة لتجهيزهم للمستقبل هي الحوار. حقون التسويق يقولون لوكيشن 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 أهم شيء، حنا في الكوميونيكيشن نقول كوميونيكيشن كوميونيكيشن كوميونيكيشن، يعني أهم شيء التواصل هو الأفضل طريق للحصول على ما بداخلهم من إبداع ونضج. صحيح، أتفق معك. طب دكتور خالد خليني أوقف تفضل معك في جزئية مهمة جدا وهي شعبية الدكتور أو المحاضر. بنشوف في كثير من الجامعات وكثير أيضا من التخصصات إذا كانت الدكتور أو هذا المحاضر عنده شعبية كبيرة ومحبين عند الطلاب ترى ناخذ عنده مواد. على فكرة أنا كنت كذا أخذ المواد الدكتور اللي له شعبية، الدكتور المتساهل مع الطلاب والطالبات. فليه بعضهم يكونوا في الجامعات عندهم شعبية كبيرة والبعض الآخر لا؟ طيب. أنت أوريدي أجبتي على السؤال. الشعبية، هي الشعبية ليست بالضرورة درجات عالية. أوكي؟ الأخوان يعرفوا بالذات المؤيد وماجد لأنهم أخذوا معي مواد. أعتبر نفسي شديد، أعتبر نفسي تف. أوكي؟ مع ذلك يمدحوك على فكرة. ليش؟ لأنهم لأنهم كلهم يعرفون أنه وأنا معهم قلبي عليهم. هو قال سمعته يقول الدكتور خالد ساعدا في تحديد التخصص. ومع ذلك هو وش تخصص؟ تخصص كرييتيف إبداع، والماينر حقه أو بياخد يمكن إن شاء الله بياخد دبل ميجر في المانجمنت. ما أخذ كوميونيكيشن. لو همن أنه أجيبهم عندي فالشيء التخصص حقي كان قلت له ادخل كوميونيكيشن. فالهدف أنه قلت له لا 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 لا، كل واحد طبعا درس الجميع وفهم الجميع حتى على المستوى شخصي. يا أخوان look inside yourself، ماذا ترى بداخلك؟ هو رأى في داخله الإبداع الإعلاني زايد المانجمنت اللي هو إدارة الإعلان. أوكي، تخصص فيها ممتاز. فالكلام أنه ما هو المسألة أن الواحد يكون تف معناته يخلي الناس يتبعون طريقته أو يتبعون ما هو يؤمن به سواء كان علميا أو أخلاقيا. لا، أنا أعطيك التشجيع وأدعمك وأكون شديد عليك، لكن بنفس الوقت العلاقة. يعني مثال: في أحد الطلاب رسب عندي في إحدى المواد أخذ F. Yes I know it's a shocker but anyways it happens. يصير صح. قبل أطلع الدرجة رحت جلست معه وقلت له يا طالب فلان يا أخوي يا حبيبي للأسف رسبت معاي، وهو كان شايف أنه أنا متأثر أكثر منه. يقول لي صار هو يواسيني، يقول لي يا دكتور معليه معليه أنا عارف yes. ليه؟ لأنه عارف أنه قلبي عليه. عاد المادة الفصل اللي بعده وأخذ A، أخذ امتياز. إيش الفرق؟ الفرق أنه في المرة الأولى تساهل وعرف أنه لا ما حتتساهل وتطلع معي، لكن في نفس الوقت المرة الثانية حس أنه لا 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 أنا لازم أعطي علشان أخذ. فعلا أعطى وأخذ A وطلع مبسوط، وهو مستمتع ومبسوط وفرحان بالتجربة اللي أخذها. أنه يس لازم أعطي للحياة علشان تعطيني، هي ليس مجرد take it for granted as they say.
وبهذه النصيحة أكيد رح نختم فقرتنا اليوم لكل الطلاب والطالبات والمحاضرين أيضا والدكاترة في مختلف المجالات. أتمنى تكونوا استمتعتوا بحوارنا اليوم، وأنا حابة أشكركم جميعا. شكرا الشباب النوران، وأشكرك أيضا دكتور خالد، شكرا لكم. الله يجزاك خير، شكرا لك. مشاهدينا مكملين معاكم، وبعد الفاصل طلاب من الروبوتات في مدرسة باليابان، انتظرونا.